السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين وأصدقائي في كل مكان. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على حاجة ممكن بنتعرض ليها للأسف، واحنا ممكن منبقاش عارفين ان ممكن بنزل فيديو، ممكن الفيديو ده بيبقاش انا بتكلم فيه او بتكلم فيه ونخلي خلفية موسيقى شغالة، وتكون الموسيقى دي عليها حقوق طبع وانا مش عارف وتعمل لي مشكلة بعد كده، او اخت من الاخوات بتبقى عاملة وصفة مش بتتكلم بس مشغلة الموسيقى من حتى من برامج المونتاج وهي بتعمل الوصفة اللي بتنزلها، وبعد كده ممكن تتفاجئ ان الموسيقى دي بيبقى عليها حقوق طبع بعد ما يكون الفيديو عمل وقت او ساعات او مشاهدات كبيرة. فيبقى الحل بالنسبة لنا ان احنا مش عايزين طبعا نحذف الفيديو دوت عشان ما نخسرش ولا المشاهدات ولا الساعات اللي اتحققت منه، ونتغلب على المشكلة ديت بان احنا نغير نستبدل الموسيقى دي بموسيقى ما يكونش عليها حقوق طبع ولا نشر من اليوتيوب نفسه. مش هطول عليكم ونخش في الفيديو على طول. وطبعا احنا عارفين اول ما نبتدي شغل حتى لو من التليفون نحوله اصدار سطح مكتب ونبتدي نمشي على الخطوات. انا عندي مثلا الفيديوهات اللي موجودة عندي، هشوف فيديو مثلا وليكن هذا الفيديو عشان انا كنت منزله وعامل في خلفيته قرآن، وفي بعض الاحيان او مش في بعض الاحيان ده في معظم الفيديوهات اللي بيبقى فيها قرآن وخاصة لو من مشاهير او ناس معروفة بيبقى عليها حقوق طبع ونشر وبتعمل مشكلة للواحد بعد كده. فانا هاجي مثلا الفيديو دوت وهبص على الاول الاحصاءات بتاعته، هلاقي ان الفيديو مثلا عامل 3 ساعات وشوية و 176 مشاهدة، تمام، وانا مش عايز اخسر لا المشاهدات دي ولا الوقت ده، فهعمل ايه؟ هقوم رايح على محرر الفيديو هضغط عليه، بعد ما بضغط عليه بيدخلني على صفحة تانية زي اللي حضراتكم شايفينها. باجي هنا ببص ده الفيديو قدامي، احنا دلوقتي بنتكلم عن الموسيقى بس لان في كمان ممكن اضافة تعتيم ديت لو انا عايز في وشوش او صور معينة ممكن يبقى عليها حقوق طبع وانا برضو عايز اخفيها بحيث اتغلب على المشكلة دي، ودي ممكن نعملها في فيديو تاني. احنا دلوقتي بنتكلم في الموسيقى، فهاجي هنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده عند ايه الصوت، كلمة الصوت وعلامة الموسيقى ديت بضغط عليها، وبعدين يظهر لي المربع اللي فيه سهم دوت بضغط عليه، بعد ما بضغط عليه بتتفتح معايا صفحة تانية زي اللي حضراتكم شايفينها، بيبقى فيها الفيديو بتاعي طبعا ما فيش صوت لان عشان لو الموسيقى اللي انا بشرح عليها حقوق طبع يبقى برضو ما عاش في نفس المشكلة فميبقاش في صوت دلوقتي حاليا حضراتكم سامعينه. فادي الفيديو بتاعي اللي انا عايز اعمل ليه موسيقى جديدة بدل اللي هي موجودة اللي عليها مشكلة وظهرت لي ان هي عليها حقوق طبع ونشر. فبلاقي عندي قال لي اضافة محتوى صوتي او استبداله، واداني تحت هنا كده انواع واشكال لموسيقى كتير اختار منها اللي انا عايزه. طيب الاول انا ببص الفيديو بتاعي مثلا مدته 4 دقايق تقريبا ونص، يبقى انا ابتدي ابص على اول حاجة عندي هنا المدة واختار من 3 دقايق ونص ل4 دقايق او من 4 دقايق ل4 دقايق ونص تقريبا، يجيب لي كل الفيديوهات اللي في المدة بتاعت الفيديو بتاعي، يبقى دي اول حاجة بالنسبة للمدة. عندي كلمة الحالة المزاجية بختار منها نوع الموسيقى اللي انا عايزها، حزينة درامية صاخبة مبهجة مفرحة ايا كان، فانا مثلا هقول موسيقى هادئة، جاب لي الموسيقى الهادئة كل الفيديوهات الموسيقى بتاعتها هادئة. هنا النوع
ان انا بختار نوع الموسيقى اللي انا عايزها، ريفيه، كلاسيكيه، اطفال، بوب، ايا كان انا اللي بختار. فمثلا برضه هقول اغاني كلاسيكيه، واصبح كده كل ما بختار حاجه بيجيب لي الفيديوهات اللي مرتبطه ب النوع او المدة او الحالة المزاجية اللي انا اخترتها. فببتدي مثلا اسمع الموسيقى، وليكن مثلا ديت اللي هي 4 دقايق تقريبا ونص، نفس مدة الفيديو عندي، بشغلها. تمام، اشتغلت، سمعتها، عجبتني الموسيقى ديت، بقوم جاي هنا كده عامل حفظ التغييرات. فهيقول لي قد يستغرق هذا الإجراء بعض الوقت بينما تتم المعالجة. أوكي، مفيش مشكلة، بقول حفظ، بيتم معالجة الفيديو وبيتم استبدال الصوت اللي هو كان عليه مشكلة بالصوت الجديد اللي أنا اخترته. وممكن بتاخد لها من ساعة ساعتين على حسب ما الفيديو بيتعالج، ويبقى أنا كده خلاص قضيت على مشكلة حقوق الطبع والنشر بالنسبة للموسيقى، سواء الموسيقى دي كانت الخلفية في لفيديو أنا كنت بعمله ومش عارف، أو من برامج المونتاج. ساعات بتبقى الموسيقى اللي إحنا بنستخدمها بتبقى عليها حقوق طبع ومش عارفين. طيب، في حاجة كمان أنا ممكن أتجنب ده من الأول، في مواقع طبعا بيبقى فيها موسيقى وصور أو فيديوهات ما عليهاش حقوق طبع ونشر، ممكن أستعملها في الفيديوهات اللي أنا باجي أعملها بعد كده في المونتاج بتاعي، أو لو أنا برضو مش عايز من اليوتيوب ذات نفسه، ممكن في مكتبة الملفات الصوتية بضغط عليها بتظهر لي نفس الصفحة اللي كانت موجودة معايا لما دخلت في الفيديو عشان أعدله. بس الفرق هنا إن أنا أقدر انزل الموسيقى دي تبقى موجودة عندي، عشان لما اجي اعمل فيديو وعايز امنتجه واركب عليه موسيقى تبقى موجودة عندي على طول، ما يبقاش في المشكلة بقى ان انا اخش اعمل استبدال للموسيقى او كلام من دوت. لا، موجودة عندي برضو بنفس الطريقة الانواع، الحالة المزاجية والالات والمدة والنوع، كل حاجة موجودة بالنسبة لي. انا بختار الموسيقى اللي تعجبني مثلا اول حاجة اهي، بضغط عليها. وبعدين في كمان ممكن نقطة ان نسبة العمل هنا، ان انا اضغط على لا تتطلب نسبة العمل فيه، عشان ممكن في بعض الموسيقى لما اختارها يقولي لازم تذكر في الفيديو في الوصف عندك ان هي تبع الفنان كذا، ويبقى دي بقى كده. لا، عشان انا اريح دماغي اقول لا تتطلب نسبة العمل فيها. وبعد كده عجبتني مثلا الموسيقى دي، بضغط على السهم ده التنزيل، وابتدي انزل الموسيقى عندي. يبقى انا كده برضو قدرت اعرف ازاي من المكتبة المتاحة عندي من اليوتيوب انواع الموسيقى اللي انا عاوز استخدمها في مونتاج اي فيديو عندي، اقدر انزلها وتبقى موجودة عندي واركبها على الفيديو قبل ما انزله. يبقى انا كده في الامان من ناحية الموسيقى، اني ما تعرضش لحقوق طبع ونشر. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت، بحيث لو اي حد عنده فيديو حقق كان مشاهدة او ساعات وبعدين اتفاجئ بحقوق الطبع والنشر بسبب الموسيقى، ان هو ما يخسرش الكلام ده، ان هو يخش يعدل الفيديو، ان هو بيلغي الموسيقى دي بموسيقى تانية جديدة، ويبقى كده هو حافظ على الفيديو بساعاته ومشاهداته. وكالعادة في الختام، يا رب يكون الفيديو فاتكم، ولو عجبكم طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير. وفي الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله.